حراك جزائري قال ليهم لقيت الخير في المغاربه وتعاملوا معايا مزيان. الجاليه المغربيه والكراغله ما كاين غير ضرب قطع. ضرب قطع يا وليدي، اجي نشوفوا الفيديو على بركه الله. اسمع اش قال، اسمع ركزوا معايا مزيان. يا اخو الله ما فهمت يا اخو. شوف، عشرة مغاربة، عشرة توانسة، عشرة ليروما، عشرة القوى، أتراك عشرة بزاف بزاف أجناس يا أخو. شتهم قاعد يتلفدوا بيناتهم، قاعد اللي تخصو يتخصو يعطيه له خدمة يشوف له. حنا تاعنا شغل ما دابه يشوفك دائما، ما يحبش يشوفك انت يا خير منه ولا خدام ولا ما فهمت يا الحسد بيناتنا يا أخو. لحسن كيما واحد جاز معايا قال لي كنت خدام، قال لي وما تكون واحد يخدم معايا راح بيع المول شي، قالوا بلي هذا ما عندوش كوار. اه سوري الجيريان. جزائري باع جزائري مشى عند الامن ديالهم قال لي هذا ما عندوش الكوار، ما عندوش الوراق. شوف الكراغله، شوف كرغولي كيعطيه خاطرو يبيع خو الكرغولي، اش غدير؟ ولاد عمي تبون ديروها اخو، ديروها. كاين ناس تعيط بالتليفون يا اخو ما يعرفكش كاع، ما يخدمش معاك مين با، زعما انت خدام دوكا في حانوت والسيد هذاك حاسدك، يعيط لسيسي ما فيك نيميرو تاع السيد مول شي، يعيط له في التليفون يقول له اسمع هذاك السيد ما عندوش كوارط او يخدم بكدا. هذا حساد ا ديستانس، تمسخر بيها يا اخو. هذه تسمع عشتها تعيشها وتعاود تعيشها، بانيك رغل راه يديروا كل شيء راك فاهم. هاد العفسه عشتها تليفون يا اخو. ودوكا تيكي راك هنا يا العزيز، كي راك هنا في فرنسا واش راك داير فيها؟ بو لو مومو طيحونو طيحونو دا خويا، طيحونو دا. رانا مع اخويا، انا دوكا عندي 7 شهور هنايا، انا شغل جديد، انا نشوف كدايا وعلى حسب ما جربنا رانا نسيرو في الغربه تاعنا. سير في الغربه، ندوزو الفيديو اخر. انا ما نتزوجش بتيري، انا ما عندي ما ندير به، متالي نزيري ما نتزوجش به، يقعد غير هو. لو كان يخيروك بين انك تتزوجي بواحد تزيري ولا واحد سوري، شكون تخيري؟ سوري. علاش؟ تزيري وراهي لافيونير تاع تزيري. زدت له الشفره، شوف غير نسائكم وما باغين وما حاملينكمش. ها انت. اش واحد عنده الوقت لنا في لافيونير؟ سوري معليش ما قريتو سوري، يقيم المراه يحوس عليها يحبها، مام كي يجيب معها دايق يقعد يحبها. تيري ما كاش اي تزوج بها. وشاهد شاهد من اهلها، شاهد من اهلها. هاي النساء الجزائر اعترفوا قالوا لنا شكي بني كرغل. دوزوا الفيديو اخر. دولة المتقدمة اللي قادرة تخلق 57 دولة المتقدمة اللي قادرة تخلق 57 هذا دابا رئيس دولة. وكوميديا. دوزوا الفيديو آخر. أن يفوته المصريون مشاهدين هي السخرية، وستة أهداف للصفر هي مادة خام للسخرية. مصريين مطلعين عبر يوصهم التي يجيدها كثيرون. نبدأ مشاهدينا من عند أحمد جمعة الذي كتب هنا: مصر كانت لديها فرصة في الشوط الأول وهي الهروب من الملعب. أما شيماء فتقول: الحمد لله منتخبنا يحرم منتخب المغرب من تسجيل الهدف السابع. محمد أيضا مشاهدينا يقول: الواحد كان كل ما يفتح الماتش يلاقي أشرف حكيمي يقيم الصلاة عند الكورنر. مصطفى البنا يقول: أرهقناهم بكثرة السجود طبعا مشاهدينا، لأنه بعد كل هدف للمنتخب المغربي كان يحتفل المنتخب بالسجود. وأخيرا عبد الله يقول: المغرب كسب المباراة لكننا كسبنا أجر السجود. كسبنا أجر السجود، زعما حنا سببهم باش يسجدوا. أركبيهم اللي سببهم، مش عندك ما تكون سببهم يهديك ربي. يا هاد المصري فين وصلنا الإخوان؟ وصلنا هذا شفناه. وصلنا هذا، ندوزوا الفيديو آخر. متابعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته. ناشط الموريتاني أبي طالب يتلقى تهديدات من الجزائر لأنه مع الوحدة الترابية للمملكة المغربية وبركاته. هذا التسجيل مخطط وسريع ومهم جدا،
وأطلب من كل من يصل هذا التسجيل فضلا وليس أمرا أن يوزع هذا التسجيل. بلغني قبل قليل من مصادر رسمية مهنية أن هناك نوع من الانزعاج جاء من الجزائر في اتجاه المكان الذي أعمل فيه، وأنا طبعا أعمل لي في إطار مشروع دولي ممول من هيئة دولية. أريد أنت ما تسوقش لك رغل راه كلنا كيهددوا فيك ما عندهم ما يصوروا. أولا أن أذكر أن مداخلاتي على مواقع التواصل الاجتماعي دافعها واحد، وما فتئت وأنا أذكر بذلك، وهو الدفاع عن ما أراه مصلحة بلدي فقط. الآن بعد أن وصل رسميا هذا الانزعاج وتم يعني وللأمانة ما عندهم ما يصوروا، ندوزوا الفيديو آخر. الإخوة الأخوات الله يجازيكم، ماذا بي أديروا السماعات لأن فيه كلام خارج مجال التغطية، ماذا بي ديروا السماعات. هنكون أول جزائري يتمثل في الأفلام البورنو إن شاء الله بربي. هو الجزائري إنجاز. دفعت الدوسي تاعي قبلوني أقسم لكم. الدوسي تاعي بغات تفعلموه ديسين بربي لاني بغي نطيم الفرحة. دونك فوالا، دونك هادو الأفلام ماشي حقيقة زعما، مي دي فيلم هكا كوميم. مي إن شاء الله بربي نتمنى من ربي إن شاء الله يكمل لي في هاد البروجي على خير. فوالا راني فرحانة، أقسم بربي راني فرحانة فرحانة. قبل ولي اليوم جابوني الاخر، بعث الدوسي لامريكا باسكو ما كانش في الاوروب، كاين برك امريكان. دونك اون فيت بعث لهم الدوسي تاعي وعطاوني الاوكي تدير الماكسيت و سي بون. دونك بقات لي ان شاء الله غير ندفع الفيزا وجو فوار ان شاء الله بالك هاد لي مو ان شاء الله نسي اكتيفي باش نروح ان شاء الله ندير معاهم المقابله تاع وجه مور وجه يعني وجه الوجه. السيده خاصها توجه دراسه ابري ان شاء الله تجي لا ديسيزيون فينا يعني القرار النهائي. شركه ام حسن، هذه هي تركه ام حسن. الاخوان دوزوا الفيديو اخر. الشعب الليبي نصيحه لوجه الله ياك. حفطر زيرات الكراغله شو عليهم كيتزنقوا. شوف لي ما يقدروش يستهزؤوا ولا يسبوا دابا الليبيين هذوك، الله حتى يقطعوا لكم الريوس. اسمع الشعب الليبي نصيحه لوجه الله ياك، ما راني جاني نربح لكم العيب نيور، قسما بالله حنا رجال حنا نكملوا فيها نكملوا فيها رجال. انتم قشور دنجال اوجه البلغاء ثاني، نوصلوا الكذاب لباب الدار ونوصلوا اصحاب الاقنعه الى باب الدار ثانية. ما تربحوش العين صحيح، ما تربحوش العين. وحد الناس هاكا صرالهم، هاكا صرالهم مع الجزائر وما يقدوش مالغري حطوا لهم دي باز مينيتير تاع الكيان وحطوا لهم مانيش عارف وقاعدين توجور يوروهم في الضوء ياك النظام تاعهم خازن وهما توجور يربحوا في العيب الجزائريين وما قدوناش ني في الميدان ني في المواقع. شو دابا دابا راه مشكلته مع الليبيين ضروري جبتنا راحنا علاش كيدقوا دابا ياك ما قدروش علينا. اش ما قدروش عليك انت انت وجهك تما كاينش ما قدروش عليك. هي راه ديناكم اللور كلكم وليتو سمرتو وتكمشتو، جيتوا للراب سلخناكم، جيتوا للنقاشات السوشيال ميديا سلخناكم، جيتوا لللايفات سلخناكم، اش بقى اكثر من هكا غير باش معلومه برك. ما تقدونا ني في الميدان ني في المواقع، نحن نتفهم عقداتكم، العقده هذه اللي راكم عايشينها تاع انه الجزائر بلاد بحجم قاره وانتم داين كاع طرف طرف ومقيوسين في ليكوتي ومتضاورين بالجزائر تبانوا ولادها ياك، رانا نفهمين هذه العقده. شو قالك العقده انه مساحه كبيره وحنا صغيره، وين كانت غير ديك الفيا والخلا اللي عندكم غير بلاش منه. لكن ما تربحوناش العيب، حنا كشعب، حنا كشعب ما ربحنا لكم العيب، ما خسرنا معكم، ما دينا لكم حقكم ما والو. نتوما يوميا كتسبوا فينا وتسبوا في كاع الدول الاخرين، غير الاخرين ما كتقدروش عليهم. دابا اللي بينا طلم شو كي فين ديك الضحكه والاستهزاء وكل ما بقاش. جدودنا الحمد لله يا ربي
حروا جدودكم الرؤوس ديالهم راه في متحف فرنسا، اش كتهضر على جدودكم؟ ما تهضرش على جدك، جدك راسو راه في فرنسا في متحف، سير جيب راس جدك عاد هضر. ما خسرنا معاكم، ما دينا لكم حقكم. جدودنا الحمد لله يا ربي حروا هذه الارض ياك، ما سمحوش في شبر منها الا كنتو ما كنتو راكدين، لا مش عارف انا شكون كان صاري مانيش عارف انا، ولكن قعدوا خازنين مور الاقنعه تاعكم ما تلعبوش لعيب. ماشي هما يتخزنوا مور الاقنعه وجدودكم راه خازناهم فرنسا في متحف الريوز ديالهم، علاش ما تمشيش تجيبها الجزائري باسكو ما تركو والو حفتر مانيش عارف شكون، يوريكم شويه ضو غادي ندخلوا على الحدود سوف نقفزوا سوف والله الا بغاو يصلحوا ليبي. قلت لهم ليبيا شوف المغرب راه صبرات ليكم، حنا راه ما نصبروش، راه التصرفي قيلوض نفعلوا سوف نخرا سوف ما يعرف بحال وجهك. شو دابا الهضره واحد كيهضر بداكشي اللي فيه ها وجه داكشي كيهضر على داكشي. غادي تقعدوا غير سوف وغادي تقعدوا غير سوف كما شفناها من بعض البلدان واحده اخرى ضروري جبد بعد البلده زعما كيطق عليه ودي سير وجه الطرموز سير ودي هذاك ربي دابا نزلوا عليك. سمعنا منهم غير سوف سوف سنسترجع سنخرا سمانيش عارف قلناش سوف حنا استرجع الصحراء ايدي عندنا حنا فيها مازال الصحراء الشرقيه راه غادي يجي وقتها راه بالدواسه وبالوثائق وكل شيء بالدلائل ولكن التطبيق مازال ما شفناش غادي كيما هكا. سير ولدي سير سير راه كنلقاك في الشارع تشد امك بالتصرفيق تسخن امك حناك انت داير فيها فام وعائق وهذا ولكن انت خص اللي يطبطبك مزيان. اخوان وصلنا لاخر هذا الفيديو تحياتي لكم ديما مغرب ولا عزاء للكراغيله ديما مغرب من طنجة الى القويره. السلام عليكم.